عندنا حصة اللي غنناقشوا فيها واحد دو نوسيون اللي كنت لقيت تساؤلات كثيرة حولها ونحاول نوضحهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. هو اليوم لا نوسيون دو لا سيتياسيون اي لا تاش اون اوبيرس. دونك أول حاجة غادي نحاولوا نعرفوا بهاد لي دو نوسيون هادو لا سيتياسيون دابرونتيساج اي لا تاش دابرونتيساج. La situation d'apprentissage. La situation d'apprentissage est constituée par l'ensemble des données, des matériaux, des éléments, des outils conceptuels et physiques rassemblés et ordonnés par un formateur. Je m'en ai dit le matériel ou des éléments, des outils conceptuels et physiques. Un informe des physiques, un outil métier, rassemblé et ordonné. مجموعه مرتبه بار فورماتور ديجا انا كيبان لو كاركتر ديال لا فورماسيون يعني فيها عندك لو سونس دو لا فورماسيون اون فيو يعني الغرض منها اون فيو دو بلاسي لي زابرونون دون لي كونديسيون اوبتيمال ا سي زيو يعني لي زيو ديال الفورماتور بور بروميامون بور انفيزاجي دوزيامون بور سويفر اي تروزيامون ريوسير ان ابرونتيساج ف لا سيتياسيون دابرونتيساج هي واحد البنيه هاد الستركتور اللي كتكون عدة وسائل وآليات اللي كيكون المكون كيوضح المكون واللي كيكون الغرض منها هو يوضع التلميذ المتعلم في واحد الشروط ديال النجاعة باش يمكن له انفيزاجي يعني كيفاش يخمم في هذاك التعلمات ويمكن له يواكبها بورسويف ويمكن له ينجحها. بالتالي هنا الفورمول اللي كيبان لنا ديال لا سيتياسيون دابرونتيساج هو واحد البنيه سي اون ستركتور ولا سي اون كونستركسيون. لا تاش دابرونتيساج لا تاش موتريس بيان اونتوندو بغينا نشوفوا لا تاش موتريس لان هي كي كونسيرن الاستاذ ديال الطلبه الوطنيه بو اتر كونسيديري كوم ان ليو دانتيراكسيون انتر لانترفونون اي لو بوبليك. هي واحد المكان وهنا المفهوم ديالو يعني المكان وحتى الزمان و لو ميليو فيزيك اي هومان انتر لانترفونون اي لو بوبليك. سولا سينيفي كو سي بار لا تاش ميز ان بلاس كو لون فا بوفوار اكزيرسي اون انفلونس سور لو براتيكون اللي كتكون هي من خلالها كيمكننا نمارسو واحد التأثير على الممارس باش غادي نديرو هاد التأثير هذا بار لا سوليسيتاسيون دي غوسورس اون فيو دو لي ترونسفورمي يعني كنحركو الموارد ديالو باش نغيروهم باش نزيدو بيه القدام لو فير بروغريسيف. ومن هنا كيبان يعني دو نوسيون كاينه اون ستركتور كتبنا اللي هي لا سيتياسيون وفوسط هذيك لا ستركتور كاينه واحد لا تاش اللي كيقوم بها واحد الشخص معين وهنايا في الحاله ديالنا اللي هو التلميذ. اضافه للكلام هنا كيقولوا فاموز كيقول لا تاش موتريس دو اتر كونسيديري كوم اون كونستركسيون بنايه سيتادير لو ريزولتا دو ميز ان فورم داجونسمون دي زيليمون بيرميتون داتاندر دي زوبجيكتيف. كانه كيقول لنا هذيك البنايه اللي كتكون هي الحصيله ديال لاجونسمون ديال لا ميز اون فورم يعني كيفاش كيرتب هذوك الاليات اللي كانوا داروا في لا سيتياسيون باش يمكننا نحققوا واحد الهدف لوبجيكتيف. هنا كيستعمل هو لو تيرم اوبجيكتيف علما بانه هذا لو تيرم هذا اوبجيكتيف وتيرم بوت عند فاموز كيختلفوا من ناحيه الوضع ديالهم وقتاش كيقول بيت وقتاش كيقول اوبجيكتيف. هذا الشيء اللي غنشوفوا ان شاء الله في التتمه ديال المداخله ديالنا. فإذا بغينا نعطيو واحد المثال اللي هو بسيط كاننا كنروح على واحد البيت اسسناه درنا فيه عده وسائل فيها ماتيريال درنا فيه ان لي درنا فيه ان بيرو درنا فيه انيلاسيون درنا فيه الانترنت يعني لي زوتي اللي هما كونسيبتويال درنا فيه ممرات احنا ستركتور وضعنا ستركتور ولكن بغينا نعطيها واحد لا فونكسيون. هذيك لا فونكسيون هو غادي تستقبل نديرو لها الاستقبال
وكيبقى هذاك الشيء اللي غيدير فيها المستعمل هي لاطاش، هذاك السيد اللي غادي يمكن له ياخذ هذاك المحل، واش غادي ياخذوا يعني السكن، ولا غادي ياخذوا مثلا غير ينعس فيه، ولا غادي ياخذوا باش يرتاح فيه. وبالتالي هنا المهمه لاطاش اللي غيدير المستفيد كتغير في وسط لا ستركتور كي يتفات. هنا غير باش نوضحوا واحد النقطه بسيطه هنايا بالنسبه لوبجيكتيف او بوت، لانه غادي نحتاج لهم في التفسير ديال 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 لو رابور انت لا سيتوياسيون اي لا تاش. اوبجيكتيف هنا كيتشرح كوم ان بوت اتاندر، هذا الشرح ديال لاوس، وعنده الشرح الاخر ديال هو داك لوبجيكتيف ديال الكاميرا اللي يعني كان فيزيو بيه وكان فوكاليزيو بيه واحد ليماج، كان يعني كاننا كان اون زوم سير كلكو شوز بيان بريسي. وعنده الفهم ديال بيان اتوندي ديال لامبارسياليتي ديال الموضوعيه. غير على غرار لو بوت هو كيقول لك بوان اوبجي كولون فيز افان دو لو توشي افيك ان بروجيكتيل. وهنا غنعطي واحد المثال بسيط، كاننا كنقولوا بوت هذاك لي بوا ديال الفوت، هذاك هو لو بوت، ولكن لوبجيكتيف هو ماركي في لو بوت. وكاننا كنقولوا جو فيز ان بوت اي جو رياليز ان اوبجيكتيف. دونك سي سا لا ديفيرونس لي كيكزيست. اما في الترجمه ديالهم الا خدينا سوا باللغه الفرنسيه باللغه العربيه او اللغه الانجليزيه، كنلقاو كيقولوا هدف وكيقولوا جول اللي هم بجوج. فالا بغينا نعطيو واحد يعني غير مثال بسيط سريع على لا سيتياسيون، على طاش لا سيتياسيون، هو في الوقت اللي كنوضع واحد اون ستركتور، وضعنا واحد الملعب درنا فيه دي زون، درنا فيه ممرات، درنا فيه يعني منطقة 6 متر، منطقة ديال 9 متر، درنا فيه لي بوطو، وكيبقى هادي باش نديرو به واحد لا سيتياسيون. لا سيتياسيون هنايا وضعنا لكم اوبجيكتيف هو لا مونتي البال اتيغي، ولكن باش يمكننا نحددو ليها لا طاج ديالتها كيخصنا نعرفو التلميذ اش غادي يدير فيها بالضبط. وكنديرو ليها هنا بيت كنقولو جو كوليكتيف اي بروغريسي فيغ لا سيبل. فالاستاذ كيبحث على لا مونتي البال اتيغي، كلميد كيخصو يلعب كوليكتيفمون اي بروغريس اي دوك بروغريس فير 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 لا سيل. هنا ما حاولنا ما هضرناش على لاميناجمون لورغانيزاسيون ماتيريال لي كونسيل كريتير دو ريسيل دو رياليزاسيون، هادو هما اللي كيوضحوا لنا اكثر هاد المفاهيم هادي. هذا غير باش نوضحوا المفهوم ديال بيتش ومفهوم ديال 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 الطاش. الا بغينا عفوا بيتش اي اوبجيكتيف، الا بغينا نهضروا على ليلابوراسيون دو سيتياسيون دابرونتيساج، l'élaboration de situation a un la tâche, yani action que l'élève doit réaliser. Fausse la situation qui n'a pas la tâche. On dit que la tâche est ce qui va réduire le climat. Il le mahamma اللي غادي يقوم بها داخل الوضعيه. الوضعيه فوس منها كتكون المهمه ديال التلميذ اش غادي يدير التلميذ. عندنا اوبجيكتيف دو لا تاش. والاوبجيكتيف دو لا تاش هو اكسبريمي سو كي فيزي بور لابرونتيساج ا ترافير لا تاش. سو كي فيزي pour l'apprentissage. يعني شكون اللي كيكون كيتسنى هادشي سي لونسينيون. لونسينيون هادي سي فيزي ديال الاستاذ اش بغا من هذاك التعلم. على غير فاش كنقول لو بوت دو لا تاش سو كو ليليف دو رياليزي كونكريتمون بارابور داكشي اللي بغا الاستاذ اش كخص التلميذ يدير. وهنا كنولي كنهضروا بلوبجيكتيف دو لا تاش كي كونسير لونسينيون، وكنهضروا بلو بوت دو تاش كي كونسير ليليف. اضافه لهاد الثلاثه النقاط كنزيدو نقطه اخرى اللي هما لي كونسين في السونس لارج ديالهم دوني على ليف، وكنضرب لي فاريونس بروبوزي لي فاريونس اللي كيمكننا نصعبو بهم او نسهلو بهم هذيك المهمه اللي عند التلميذ هذيك لا طاش. دونك هاد لي كومبوزون خمسه هما اللي كيعطيونا اون سيتياسيون. سيتياسيون غير باش نوضحو عندنا لي تيرمولوجي ديالتها اي لو سونس ديالها، كنهضرو في سيتياسيون دو ريفيرونس وعندنا سيتياسيون دو بروبليم وعندنا سيتياسيون دو برونسيساج. هادو ثلاثة ما كينفصلوش او بجوج ولا وحدة كتكون مع وحدة، سيتياسيون بروبليم تقريبا كتكون فيهم كاملين. وبالتالي غير باش نعرفو بهم اكثر، لا سيتياسيون دو ريفيرونس سيتياسيون دونتخي دون لاكتيفيتي اي سيتياسيون دو ايفاليواسيون فورماتيف اي سوماتيف. هي هاديك لا سيتياسيون اللي كندير لها كنبدا بها لو سيكل ديالي وكننهي بها السيكل ديالي، وكنقدر نديرها حتى في وسط السيكل ديالي، وكتكون هي بالتالي هي هذاك لو تيرمومتر اللي كنعبر به انا لي زابرونتيساج لا بروغريسيون دي لي زابرونتيساج. وك
وكتخليني كنتساءل على جوج الاشياء، على اش قدمت انا كاستاذ، كوم استراتيجي، كوم ستيل، كوم ابروش استعملت مع التلام ديالي، ولكن كنظر لها حتى كوم كوم بروغريسيون اون تيرم د ابرونتيساج عند الاليف ديالي كيفاش هو داير. هنا مكتوبه واحد الجمله كتبقى هي لو سونس، لو سونس اي دو بيرميتر ا لاليف دو سونجاجي دون ان بروجي داكسيون. لا سيتياسيون دو ريفيرونس بطبيعه الحال كتوضعها في الاول ديال ابرونتيساج ديالك، في الاخر ديال ابرونتيساج وانا كنقصد لو شكل. فالكلمات فاش كيكون عارف منين طالق وفين غادي كيمكن له يسونجاجي، على غير الا كان ما عرفش راسو منين بدا ما غاديش يعرف راسو فين غادي، وإلا عرف راسو منين طلق وما عرفش راسو فين غيوصل عمرو كيعرف راسو واش وصل، وبالتالي هي كتحدد ليه هذاك الانبوت والاوتبوت ديالو، المدخل والمخرج ديال البروسيسيس د برونتيساج عندو. سيتياسيون بروبليم عند فيليب ميريو كيقول دون سيتياسيون بروبليم لوبجيكتيف برينسيبال دو فورماسيون سو تروف دون لوبستاكل. لا سيتياسيون بروبليم كيكون المعنى في لوبستاكل اللي كتوضع الكلمات، وبالتالي الا ما كانش ان اوبستاكل ما كيكونش تعلم. علاش؟ لانه هذاك الاوبستاكل هو اللي كيخلي التلميذ انه يتجاوزو في الوقت اللي كينجح التلميذ يتجاوزو، يعني بلا موبيليزاسيون ديال لي ريسورس ديالو كيمكننا نقولوا تما كاين ان ابرونتيساج. وكيضيف كذلك يقول لك سيت اوبستاكل اي لو فيريتابل اوبجيكتيف داكيزيسيون دو فورماتور. طبيعة الحال انت كاستاذ شنو هو اللي كتكون كتطمح ليه؟ هو الدري يتجاوز هذاك، يعني الهدف ديالك هو التلميذ يتجاوز هذاك البروبليم اللي موضوع في لا سيتياسيون بروبليم. عندنا لا سيتياسيون برونتيساج هما لي سيتياسيون اللي جينيرالمون اللي كنديروهم في التعلمات ديالنا اللي كيكونوا في الحصص ديالنا، كيكون الغرض ديالنا هو بور ابروندر بروغريسي سونتراني. كيقول لك لا ترونسفور، كيكون عندنا الغرض فيها تقريبا واحد جوج الامور، لا ترونسفورماسيون دي زاكي اونتيريور كنغير ما هو كاين، او كندير لاكيزيسيون دو نوفو سافوار. Nouveau savoir ou nouvelle habileté, soit dans le sens cognitif ou dans le sens psychomoteur. Bien entendu, à la résolution du problème. Merci pour bien tirer un mouchkil qui est là. Je vais vous donner un certain nombre de phrases que je vous marre, qui est la liaison bien sûr. La structure de la tâche. دابا كنهضروا على ستركتور البنيه ديال لاطاش. لاطاش موتريس ستركتوري باغ ان انصومبل دو كاتر ايليمون ابيلي كونستيتيو فوندامونتو، مكونين اللي كيكونوا لاطاش. بالنسبه للفاموس كيعطي النقطه الاولى هو لو بيت، كيقول لك ان جو ان رول اورغانيزاتور ريغولاتور. لو بيت نضيفو اللي قلنا قبيله هو انه داكشي اللي كيقوم به التلميذ، داكشي اللي هو كيمارسو فعليا، وهو اللي كيكون بالنسبه للتلميذ هذاك الشيء هو اللي كيكون واضح ليه، هو اللي كيبحث فيه. قلنا لا مونتي بال اي تيغي، ولكن بالنسبه للتري كيخصو يدير هذيك لا كوليكتيفيتي ديال لو جو اي بروغريسي فير لافون. دونك هو بالنسبه ليه هو لي باس اللي كيكون بروغريسيون. كيقول لك انتريسون دو كلاريفي لو بوت دو لا تاش بور كو لاكتيفيتي دو براتيكون سوا كوركتومون اورينتي. كل ما كان لو بوت دو لا تاش كلير بالنسبه للتلميذ كيمكن الدري انه كيكون متوجه على يعني على صواب. دون سو كادر فاموز ريكوموند دو ماتيرياليزي لو بلو بوسيبل لو بوت دو لا تاش. هذا الكلام ديال فاموز كيقول لك اوتي من المستحسن انه تكون هذيك لو بوت دو لا تاش يكون ماتيرياليزي. هنا كيعطيو واحد ليكزامبل هنا ديالو كيقول ماتيرياليزي اون زون دو ريسيبسيون اتاندر اون سو اون لونغور. الا انه هنايا كاين بعض الملاحظات على هذه المسألة. في الوقت اللي كتكون اون تاش اللي تي بو ماتيرياليزي، وغالبا يعني تي بحال مثلا كتقول ليه تي تير مثلا في اللونسي، ولا تي لونس مثلا في البانو، ولا تي صوت لهذه المسافة، ولا تي اتاك هذا اللاعب، شي حاجة اللي ماتيريال كيمكن هذه المسألة تكون صحيحة. ولكن في الوقت اللي كتعطي شي حاجة اللي كتفيها لا غولاتيفيتي، باش كتقول لي مثلا تي تاب اي تي تورن، هذيك التورن هو ما كتباليش شناهي لا هوتور، علما بانه ما كانش عنده ان فيدباك ديالو هو اللي كياخذو اللي كيتسمى لو فيدباك دو فيريفيكاسيون اللي غنهضرو عليه من بعد. دونك هذا هو الانتقاد اللي كيوجهو الفاموس في هذا السونس. النقطة الثانية بالنسبة لا ستركتور ديال لاطاج هما لي زوبيراسيون او كونسين، العمليات او التعليمات، هما لي مويان ا ميتر اون اوفر بور اتاندر لو بوت فيكسي بار لا تاش. بالنسبه للفاموس سي تري تري امبورطون هاد لي زوبيراسيون وهاد لي كونسي، لانه لي زوبيراسيون هما اللي كيغيديو التلميذ هذاك الشيء اللي كيخصو يدير،
ولي كونسيل كيقدروا يغيروا داكشي اللي باغي التلميذ. يعني التلميذ فاش الوقت اللي كتقول لي انت واحد الكونسيل كتقدر تغير كاع بها لا طاش بالنسبه ليه هو كيعطيها اهميه بزاف بالنسبه له. كيقول سون هاد لي زوبيراسيون سون بلو سون بلوس او موان بريسيز لاكتيفيتي دو سوجي سورا بلوس او موان غيدي. علاش كيقول هاد الكلام هذا؟ لانه كيقول لك في الوقت اللي كتكون كتعطي لي زوبيراسيون يعني العمليات واضحين للدري كيكون داكشي اللي باغي يدير هو كيكون عنده واضح. وإذا كانوا هاد لي زوبيراسيون ما واضحينش ولا ما عطيتيهم ليش كاع فكيبقى هو اللي كيخصو يقلب عليهم. وهنا كنطيحوا في لاطاش واش ديفيني ولا سومي ديفيني ولا نون ديفيني. هما مرتبطين بلو بيت حتى هما ولكن غادي نوضحو نتاهما أكثر لأن جايين قدام. عندنا لاميناجمون دو لاميناجمون ماتيريال أو هومان. كيفاش كنأرونجي الماتيريال وكيفاش كنجيري لومان اللي عندي. هاد لاميناجمون أبور فونكسيون لورغانيزاسيون دو لاطاش. دونك هو اللي كينظم لاطاش. انفلونس لو ديغولمون دي زوبيراسيون. وهنا كيعطي واحد المثال كيقول لك بالرياضات الجماعية الأستاذ ديما كي أورغانيزي لي سيتياسيون ديالو كي أميناجيهم أون فونكسيون ديال لسباس و أون فونكسيون ديال لي رول ديال لي جوار. مثلا في الوقت اللي كتكون مثلا درتي نتايا في الفولي درتي كتقول مع راه ثلاثة هما اللي عندهم الحق يسماتشيو وهاد ثلاثة اللي اللور ما عندوش الحق يسماتشيو لأنه وإلا إلا كان اللور ديال 3 متر فهاد الكونسين هادي كيمكن لها تغيير السلوك ديال التلامذة. وبالتالي هو بالنسبة لهاد لورغانيزاسيون ماتيريال وهاد لورغانيزاسيون اللي عطينا سو فورم دو كونسين اللي هي دور هيومان حتى هي مهمة. ولا كتقول للدري مثلا غادي تلعبوا لي كرة من الليل حتى الليل مثلا كرة ديال اليد ولا كرة الباسكت ولكن هاد الليل غيبقاو هنايا وهاد السونترال غيبقى هنايا وهاد الطول غيلعب كل واحد. وهاد لي كونسين هادو كيمكنهم يتغيروا يعني يغيروا السلوك ديال التلميذ في خلال يعني لابرونتيساج ديالو خلال ليفولوسيون ديالو في لاطاش بروبوزي. رابعا كيهضر على الكريتير دو رياليزاسيون دو ريسيت او فيدباك. هادو كنا هضرنا فيهم كثير معايير الانجاز ومعايير النجاح ولا التغذيه الرجعيه اللي هو الفيدباك. هادو بالنسبه ليهم هي كيكونوا غالبا كيكونوا مرتبطين بلو بيت وعندهم واحد الكاركتر ايفالياتيف لانه من خلالهم كتعرف واش التعلمات لا بالنسبه لك انت كاستاذ ولا بالنسبه للتلميذ واش غادي مزيان ولا كيخصهم التراجع ولا كيخصني نعاود نغير شي امور. بالنسبه لك الاستاذ كنعاود نرجع للفكره اللي قلنا كتشوف الى حد انت داكشي اللي كتقدم لهم كتعلمات راه هو هذاك ولا خصك تغيره. وبالنسبه للتلميذ كيشوف راسو من خلال هاد الكريتير هادو اللي هما دو رياليزاسيون يعني طريقه الانجاز ولا دي ريوسيت يعني ديال النجاح واش انا نجحت في المشروع اللي كندير كيبقى عندهم تاثير وكيبقى هو داك لا ريفيرونس اللي كيرجع ليها التلميذ ولا الاستاذ باش يعرف شنو هو لو طو دو بروغريسيون لا بونتيساج عند التلميذ. والفيدباك بيان اونطوندو الفيدباك كيبقى يعني حتى هو ان فينومين دو فالياسيون لانه في الوقت اللي كتقول الدري مثلا كتقول ليه مزيان ولا كتقول ليه ما مزيانش ولا كتقول ليه دفع بيدك اكثر ولا كتقول ليه تيغ انكور بلوس ولا كتقول ليه تي ابوي سور لي دو برا ولا كتقول ليه مثلا الفو كو تو دي بلاس ادروات ولا اغوش. هذا ستان فيدباك اللي من خلاله كياخذ الدري واحد الفكره على هذاك الشيء اللي كيدير واش هو هذاك اللي خصو يدير ولا خصو يزيد فيه. وبالتالي سي توجور لو نوسيون سي دي فالياسيون يعني كونستامون اللي غادي في القصه ديالك. على غير الى جينا نشوفوا فغير باش ريزومي رابيد هنايا باش كنقولوا سيتياسيون وكنقولوا طاش فاش كنقولوا سيتياسيون راه كنهضروا بلوبجيكتيف وكنهضروا عند لونسينيون. فاش كنقولوا طاش راه كنهضروا بلو بيت عند ليليف. فالى خدينا لابوراسيون ديال لا سيتياسيون بارابور لا ستركتور ديال لا طاش كنلقاو بانه كاع داكشي اللي كاين تقريبا اللي طاش هي لا طاش في حد ذاتها فوسط لا سيتياسيون هي هذيك اللي كيدير التلميذ. بالنسبه لو بيت ديالها هو لو بيت اللي كيدير التلميذ. بالنسبه لي كونسين هما لي كونسين لي كونسين عاوتاني مع لي كريتير. اللي كيبقى لنا الشيء اللي كيبقى هنايا ما كاينش في لاطاش كاين في السياسيون ما كاينش في لاطاش هو لوبجيكتيف دو لاطاش و لي فاريونس بروبوزي ولا طيتو بال هادو بجوج كيهمو الاستاذ. الاستاذ هو اللي كيتدخل في هاد الشيء هذا. الاستاذ هو اللي كيحدد لوبجيكتيف
ديال لاطاش يعني اش بغا هو يوصل عند التلاميذ وكنرجعوا للمفهوم ديال لوبستاكل اللي قلنا ليه قبيله دونك شنو هو هذا لوبستاكل اللي بغا الدراري يتجاوزوه ولي فاريونس بروبوزي لانه الاستاذ هو اللي كيقرر واش هذيك لاطاش il devrait être, il devrait la complexifier ou la simplifier ou la rendre plus difficile et, ou la moins difficile yani plus facile il a généré la classification des tâches عند فاموس دائما كيهضر على تاش نو ديفيني سومي ديفيني او ديفيني ان تومبر من بعد ولكن هنايا بغينا نقول غير شنو هي لا تاش اوفرت وشنو هي لا تاش فيرم في الوقت اللي كتوضع التلميذ في واحد الوضعيه اللي كيكون فيها لي زانفورماسيون ما كاينينش تقريبا كانك كتقول له مثلا دير لي لونسي بوا بالنسبه للونسي بوا ما عندوش شي انفورماسيون اللي غتجي سوربريز اللي غادي تجي مفاجئ فكيكون السيكتور اللي غادي لونسي فيه قدامه كيكون الدائره اللي عنده حتى قدامه كيكون لونجا عنده في يديه حتى لي كونسين كيكون عارفهم لي زانفورماسيون كلشي عنده فبالتالي هو كاع داكشي اللي كيمارسو وعنده عليه لي دوني كاملين وهنا ما كاينش لامبريفيزيبيتي وما كاينش السوربريز ولان المحيط هنايا مستعمليو ستابل هادي كتسمى امطاش فيرمي في الوقت اللي كتعطي مثلا كتقول الدراري كتلعبوا مثلا واحد 3-3 ولا 4-4 ولا ماتش مقابله كما بغات تكون اللي كيكون فيها التحرك ديال الخصم والتحرك ديال الصديق البارتنير والتحرك ديال حتى لونجا باش كيلعبوا ديال الكره فيعني هنا كتكون لانسيرتيتود بزاف كيتكون لابريفيزيبيليتي بزاف بالنسبه للفاموز هو كيوضع هاد لي طاش هو كيقسمهم لسبعه علاش لانه غير نون ديفيني كيقسم كيعطيها ثلاثه كيتيب اون تيب ترو والاخرين كيقسموا جوج وهنايا هو كيبقى كيلعب لو بيت ولا ميناجمون ميليو ولا زوبيراسيون لي كونسين وكذا دو ريسيت وكذا دو رياليزاسيون بحال مثلا الاولى كيقول لك ما كنوضح فيها حتى شي حاجه وبالتالي راه هي ستون طاش نون ديفيني ما كيعطي فيها حتى شي حاجه ما كتكون لا اوبيراسيون ولا بيت يعني حتى شي حاجه ما كتكون واضحه عند التلميذ هنايا هنا كانك كتقول للتلميذ كتقول للدري سيرو تلعبوا مثلا بالنسبه لنا حنا بعض الوقت كنعطيو للدري كره كنقولوا سيرو تلعبوا فعطيتي شي حاجه ولكن ما وضحتي حتى شي حاجه غير كيبقى شنو هو القصد ديالك هذا هو السؤال كيبقى مطروح ولكن كنقدروا نعطيو مثلا دوك الدات الصغار ديال لاكراش مثلا اللي كنعطيهم ان ماتيريال كنعطيهم دي جوي وكنخليهم حنايا ولكن كتقدر يكون عندك الغرض فيها ليكسبلوراسيون ولا كرياتيفيتي بغيتي الدراري تشوفهم واش غيكتشفوا واش غادي ينتجوا من هذاك الشيء اللي عطيتيهم التيب 2 هي اللي كتعطي فيها لاميناجمون ديال لو ميليو وكتعطي فيها ما كتعطيش فيها لو بيت لو بيت ما كتعطيش غير كتاميناجم كانك بحال كتعطيه مثلا دي توبوغون كيطلع الدري وكتاميناجم وكيخليه هو يلعب في هذاك الطوبوغون يعني ما كتوضح لي حتى شي حاجه كتاميناجي الميليو كاين اخرين فيها ميليو اميناجي كونسين دو رولونس يعني في هذاك الطوبوغون كتقول لهم اتونسيون ما تطلعوش بجوج فوقت واحد الي فو ديماري ولكن ما تطلعوش بجوج يعني كتعندك كونسين سيكوريتي هنايا ولكن ما كتكون وضحتيش هذه كتكون انطاش اللي هي حتى هي نون ديفيني عندنا مساله اخرى ديال سومي ديفيني كيقول بوت اي كريتير دو ريسيت ديفيني كتعطي سيغي البوت ولو كريتير هادشي باش قلنا الكريتير كيكون مرتبط بلو بوت لانه الكريتير هو اللي كيعطيك غير النظره على لو بوت ديالك واش انت راك غادي في الاتجاه الصحيح ولا ما غاديش في الاتجاه الصحيح الا عطيتي هادو غير هادو بوحدو يعني ما عطيتيه لا اوبيراسيون والو فراك هادي الطاش راهي لي سومي ديفيني الا درتي يعني في عطيتي هاد التروز الدوزيام تيب سومي ديفيني في الوقت اللي كدير اللي كيسون با ديفيني لو بوت لو كريتير دو ريسيت اي لي مويان ولكن لاميناجمون اي لي زوبيراسيون اي سون ديفيني باسكو تقول لهم ها اللي غادي ديروا ها الماتيريال كيفاش غادي ديروا ليه كيفاش غادي تستعملوه وكتخلي ما كتوضحش شنو هو الهدف منه فراك عطيتي اون طاش اللي هي ثاني سومي ديفيني على غير في الوقت اللي كتجيب واحد كدير لاميناجمون ماتيريال كدير لي زوبيراسيون افير سون ديفيني و لو بوت ني با بريسي غير ما واضحش وهنا دي سي تري ديفيسيل كتقول لهم مثلا غادي تمشيو ليا في لي كولوار غادي تلعبوا في الكولوار 3 كونط 3 3 3 اتاك وان حاول تلعبوا في الكولوار اي فو تيري ما قلتيش فو ماركي دونك هنا فو تيري سي با سي با سي با سي با سي با كلير دونك هنايا كتكون حتى هي 16 اللي هي ديفيني على غير في الوقت اللي كتجي مثلا واحد لاطاش اللي هي فيها
كل شيء كتكون بغيتي كتوريهم لوجيكتيف كتعطيهم لي زوبيراسيون كديرهم لا مانجمون ميليو كتعطيهم لي كونسي كتكون عطيتي كل شيء كتكون درتي انتاش هي ديفين. حنا جينيرال في الطب المدنيه كنخدموا بهذا المفهوم هذا اللي هو بسيط جوج فاموس كنهضروا بجوج ديال الامور اما كنعطيو لوبيراسيون كنهضروا لوبيراسيون ولا كنهضروا لو بيت. الا وضحتي لو بيت ما وضحتيش لي زوبيراسيون فارك انت خدمتي بواحد لاطاش اللي هي سومي ديفيني. الا انت وضحتيهم بجوج راه لاطاش اللي ديفيني. الا ما وضحتي حتى شي وحده لاطاش راه ني با ديفيني. دونك هذا هو غالبا هادو دو زوبيراسيون اللي كنخدموا بهم بالنسبه لنا حنايا. لا ناتو ديال لاطاش كاين لاطاش اللي هي سبيسيفيك ولاطاش ترانسفيرسال لاطاش اللي هي بلوتو لوبجيكتيف دو لاطاش. كاين تروا ناتور كاين ان اوبجيكتيف اللي هو سبيسيفيك وترانسفيرسال وبريسي. سبيسيفيك مثلا لواحد لونسومبل داكتيفيتي بحال كي كنضغط على الماركاج دونك هذاك ستان اوبجيكتيف اللي هو سبيسيفيك. وكاين كيقدر واحد يكون مثلا جينيرال اللي كيمكن يخدم جميع لي زاكتيفيتي مثلا لا جيستيون ديال ليفور كيمكن لك زعما تلقاه في كل شيء في هذاك لي زاكتيفيتي هذاك ستان اوبجيكتيف اللي هو ترانسفيرسال. على غير في الوقت كتكون شي حاجه كتخدم شي حاجه بيان ديتيرميني بحال مثلا كتخدم مثلا لابيسيون برا ولا مثلا كيناج في لاتير شي حاجه دو بريسيز دونك عندك تما ستان اوبجيكتيف اللي هو بريسي بالنسبه لفلاتاش. ديسبوزيتيف دو لا سيتوياسيون كنهضر دابا ديسبوزيتيف دو لا سيتوياسيون شنو هما باش كتاسس ان سيتوياسيون. عندك لورغانيزاسيون ماتيريال اللي كيخصك تراعي فيها لا سيكوريتي واللي كتكون كتراعي فيها شحال بغيتي الدراري يلعبوا. يعني في الوقت اللي كدير انت عندك 30 تلميذ وكدير جوج ديال الكولوار ديال لاهي ديال كادر كادر اي دو كولوار كادر اي ماشي غير تي اربعه ديال الكولوار ديال كادر اي يعني كتعطيك فكره على لا كونتيتي ديال الاكتيفيتي اللي غيديروا الدراري. ولا مثلا لي سباس ايفولوتيف يعني كتلعب الدراري في واحد نص تيران ماشي هو تيران. دونك هادي سي دي ماتيريال. عندنا لا دوري هنايا كنقصدوا فيها لو فوليوم كنقصدوا بها لو دوزاج. لو فوليوم يعني شحال غادي يخدموا الدراري وفي وسط هذيك الشهر غادي يخدموا الدراري كيفاش غادي دوزي هذاك الترافاي واللي كتاخذ منه فيه لاتونسيتي وفيه لا ريكوبيراسيون وفيه لو فوليوم دو ريبيتيسيون ولا نمبر دو ريبيتيسيون اللي بطبيعه الحال كتاخذوا بعين الاعتبار فيه كيفاش الدراري غادي يتحركوا ليفولوسيون ديال لي زيليف شنو هو لو دوغري دو موتيفاسيون ديال الدراري واش دي سون موتيفي ولا سون با موتيفي. وابري ان شاء الله الحصه الجايه غادي نهضروا على لا موتيفاسيون فو زالي فوار ان لا موتيفاسيون جو ان رول تري امبورطون سي اللي فيها لي زاج. يعني هنا كتحدد لك حتى لي زاج كيقدر يرقم عليك انه واحد لا ناتور ديال لي فور اللي غادي الدراري تري صغار ماشي هما الدراري الكبار ولا لانتونسيتي ديال لو ترافاي. يعني واحد لاكتيفيتي اللي فيها واحد لي فور كيكون بزاف مثلا في الناتاسيون كيكون لي فور كثير على غير اللي درتيو مثلا الفولي. لوغانيزاسيون ايمان كيفاش غادي تنظم هذوك الدراري المود دو غوكوبمون ديالهم واش غادي تراعي فيهم يعني لو نيفو ديال لي فور بحال مثلا كنت كتقسمهم على حساب البي ام ديالهم واحد عنده البي ام اكثر من الاخر ولا الفي ام اكثر من الاخر ولا لافينيتي ولا غادي تراعي لا ميكسيتي وتشوف هذيك لاطاش واش خصك تخلط فيها الدراري ولا ما تخلطهمش ولا لا ديفيرونسياسيون يعني غادي تقسمهم حتى غير بار جروب بار نيفو ولا بار لو سكس غتقول لا غندير واحد لاجيم لونشيرمون بور لي في ولونشيرمون بور لي غاسون باسكو سي كوم سا كو سا سباس ولا غادي تشوف فيها هذيك لاطاش وغادي تقول بدي هذه الدري مزيان غنعطيهم اون طاش بلو كومبلكس وغادي نعطيهم اون طاش بلو سامبل ولا غنعطيهم اون طاش بلو ديفيسيل ولا غنعطيهم اون طاش بلو فاسيل. كاتريمون هو الديسبوزيتيف ديال الكوميونيكاسيون كيفاش انت غتكومونيكي مع الدراري واش غتعطيهم دي فيدباك ولا غتعطيهم دي كونسين يكونوا كلير ولا غتعطيهم مثلا دي زيماج يعني زدنا من الفيربال غندوزو بيكتورال اللي جا بيكتور من الكلمه الانجليزيه غتعطيهم دي زيماج هما اللي اوكي لي فون سو ريفيري ولا غادي دير مثلا تخدم معاهم كل واحد غادي يخدم مع صاحبه وغادي يعاونوا في هذيك الاكتيفيتي ديالته. هنايا نعطيو مثلا في الجيمناستيك كتبان هذه العمليه هذه ديال الكينيستيزي كيشدو من رجليه الا بغى يدير لا تي ار كيقدر يدير ليه البارا ديال بغى يدير الصدمه كيقدر يعاونو الا بغى يدير رولا داريير وما قدرش
ولا غادي نخدم مثلا غير لي ديمونستراسيون، غادي نجيب الميور اليف غادي يدير لي ديمونستراسيون، ولا غندير انا، ولا غندير سويت ا موديل، ولا غنجيب لو ميور فيهم غادي يخدموا على حسابه ونبقى ايفولي ابري يعني سويت لي كونتريت دو رياليزاسيون. هنا كي فيهم لي كونديسيون ا ريسبكتي، وهاد لي كونديسيون كثار كيقدر مثلا غير الا كانت الحراره سي اون كونديسيون، الا كان غير ان تيغان ديغابون سي اون كونديسيون، إذا كان عندك غير ان بيبليك قريب ليك راه سي اون كونديسيون، إذا كنتي كتخدم غير في واحد الملعب اللي هو قريب لك اقسام، يعني هاد لي كونديسيون ديال لي كونترانت ديال لوغيزاسيون هما سون نومبروز، ولكن انت خصك تشوف هادوك لي كونترانت شنو هما المعيقات اللي غادي يقدروا كي بوف اونترافي لابرونتيساج اي لونجاجمون ديال لي زيلاب ديالك. لي باريابل اللي تقدر تلعب بهم هو الماتيريال، يعني الماتريك كتنقص فيه وكتزيد فيه وكتعليه كتحضرو كتكبرو كتصغرو، دونك بور هاد لا ريزون هادي، يعني لا هي عليتيها ولا حضرتيها، ولا الشوكة ديال الفيلي ديال البوري واش عليتيها ولا نزلتيها، حتى هي راه عندها طول. ليفيكتيف يعني كتلعب الدراري واحد ضد واحد، ماشي هي كدير ثلاثة ضد ثلاثة، ماشي هي كدير خمسة ضد خمسة. لي سباس اللي لعبتيهم في نص الملعب ماشي هو الملعب كامل، لو طون اللي كتعطي حتى هو كيأثر لانه كتجري بمسائل اخرى، بالافكتيف اللي عندك، بالفوليوم اورير اللي عندك، بوقت جا وما وقت غادي يمشيو، ولا كتربطوا بهذاك لو طون ديال بارابور لا تاش. مثلا غيديروا لي اربعه لي ريبيتيسيون، ولا غيديروا مثلا في هضره اللي غيديروا لي خمسه ديال الدقائق ونعاود يدوروا الدراري في خمسه دقائق هنا، ولا غيديروا 20 مره هنايا. دونك هاد الامور هادي كلها كتفات. كاين لي كومبوزونت موتريس، يعني هادي مرتبطه غالبا كنشوف تلميذ فيها. مثلا كنعطي للدري مثلا هنا غادي يدير ليا اون فراب بلا بال، في الاول غادي بغيت انا غير نضربو غير بقاو يضربو ليا كره، كنت كنلعب معاهم بجوج دو بالون ماشي ديما كيلعبو بيديهم بجوج، دابا غندوزهم لانو تريبو كيضربو ليا كره ديال انتيسيباسيون كونسيدونس اللي فيها غير يد وحده، ولكن في الاول غنبقى نقول لهم انا غادي نضربوها واخا هما سون او سون يعني اون ابوي، ولكن نقدر نقول لهم لا دو لا افيك اون بيتيت سسبونسيون، يعني كندير لا كومبوزون موتريس كنطول نغيرها، ولا في لا تيير كان في الوقت كيدير لا تيير ولكن كيديرها باساجي، دابا غادي نقول لا الفو ماركي ان طونداري، ولا كان كيديرها هو كرشو معوجه لا غنقول لا الفو تونير طوا مثلا الفو ترافاي لو غيناج. شنو هما لي كومبورتمون اتوندي؟ اسكو كتسنى منها واش انت كتسنى اون بيرفورمانس كاريمون يعني البرودوي ديال لاكسيون، ولا كتسنى يعطيوك ان موديل يعني اون فورم مثلا في الجيمناستيك، ولا كتسنى ان هو الكريتير دو رياليزاسيون كريتير دو ريوسيت، يعني كتقول تسنى ان طو دو ريوسيت بارابور الكريتير اللي عطيتي نتايا، كتقول انا غادي ندير في الكريتير دو ريوسيت ديال الطون هل اللي بغيتهم 7 على 10، وبغيت في الكريتير دو رياليزاسيون هل لي نيفو اللي بغيتهم يديروا عندي. دونك هنايا غير باش نربطوا داكشي اللي كيتطلب منا حنايا في لي تكست اوفيسيال في لي زوبي بارابور لهاد الفورم ديال لاطاش ديال الاستوديوسيون. فلاطاش ها هي لي ستركتور اللي هضرنا عليها، دونك هادشي كاع اللي كطلبنا لاطاش حنا كنشوفو هنايا تقريبا، شفنا الاهداف، شفنا التعليمات، شفنا المتغيرات والتعديل اللي هما لي فاريون. الا جي نشوفو بالنسبه لاطاش هاد الاولى ستياسيون كي ان روج واخرى هي لاطاش، يعني داكشي اللي كطلب منا التعليمات كنلقاو في لاطاش، وبالتالي كنلقاو كاننا في التعليمات كاين واحد المزج اللي هو مهم كيزيد يوضح لنا الامور اكثر اللي فيها ما هو كاين في لاطاش وما بين لا سيتياسيون. وانا كنظن هذا هو اللي خلق شويه ديال 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 لامبيغيتي، لانه في لي تيكست ما واضحاش، ما هضرش عليها، ما هضرش على باش كان ما كاينش شي حاجه اللي كتنص على انه راه كيقول لك لا طاش دابرونتيساج ولا لا سيتياسيون دابرونتيساج، ولكن حطوا لنا هكا كيقول لك فاش بغيت دير انت واحد تعطي واحد يعني ما عرفتش واش نقول واش طاش ولا سيتياسيون، كيقول لك ها اللي غادي دير، غادير الهدف ودير المعايير ودير معايير انجاز والنجاح ودير الشروط ودير التعليمات ودير المتغيرات. فإلا بغينا غير نديرو ريكاب، هضرنا على سيتياسيون قلنا بأنه سيتياسيون دابرونتيساج قلنا سيتياسيون ستركتور واللي لا فونكسيوناليتي ديالتها هي لا طاش داكشي اللي كيدير التلميذ، وقلنا فوس لا سيتياسيون دابرونتيساج ديالتها كاينه لا طاش وكاين لوبجيكتيف لا طاش وكاين البيت دو لا طاش وكاين لي كونسين دوني ا ليليف وكاين فاريونت، وقلنا بأنه كاينين تروا تيرمونولوجي اللي كنعطيو لا سيتياسيون دو ريفيرونس ولا سيتياسيون دو بروبليم سيتياسيون دابرونتيساج،
وقلنا بانه بالنسبه للكونستيتيوشن الكونستيتيوشن ديال لا تاش في لو بيت في لي زوبيراسيون اون كونسي لاميناجمون ماتيريال هيما في كريتير دو ريوسيت كريتير دو رياليزاسيون او فيدباك. وقلنا ان النسيور ديال لو بيت ولا لا ناتور دو لوبجيكتيف de la situation ou la nature du but de la tâche qui est très connue une nature spécifique transversale ou la précise. Au bout de notre dispositif de la situation fait spécial le nocat fait l'organisation matérielle fait la durée et l'organisation humaine fait le dispositif de communication fait les contraintes de réalisation fait la variable fait les comportements attendus. Au bout de notre maintenant وقلنا بانه يعني ما هو مقترح عندنا في التعليمات فهو مأخوذ منه شي حاجه من لا ستركتور لي لابوراسيون ديال ان طاش لي كونستيتيوشن ديال طاش ولي لابوراسيون ديال سيتياسيون. كنشكر الاخوان على اساس انه الحصه الجايه ان شاء الله غادي نطبقوا لا موتيفاسيون اون بي اس وشكرا.